يقول: ما المقصود بصلاة الوتر، وهل هي واجبة، وكيف يؤديها المسلم؟ صلاة الوتر المقصود بها ختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع أو 11. فالوتر سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء يقول بوجوبه، والإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فلا ينبغي للمسلم أن يدع صلاة الوتر إذا انتهى مما كتب له من صلاة الليل، فليصلي ركعة أو ثلاثا أو خمسا كما يكون نشاطه، إلا أن صفته تختلف. فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم في الركعتين الأوليين وأفرد الثالثة، وإن شاء جمعها، أي جمع الثلاثة جميعا بتسليم واحد وتشهد واحد، وإن أوتر بخمس جمع الجميع بتسليم واحد وتشهد واحد، وكذلك إذا أوتر بالسبع. وإن أوتر بالتسع فإنه يصلي ثمانيا ويجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ويسلم، يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. ووقف الوتر من بعد صلاة العشاء إذا صلى العشاء وسنتها الراتبة ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فإنه يدخل وقت الوتر إلى طلوع الفجر. وإذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه لا يوتر في النهار، ولكن يقضي وتره شفعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع ولم يصلي من الليل صلى من النهار 12 ركعة. نعم.